الكون العظيم يباركك والكون العظيم يملأك بالسلام والخير الأبدي. إحنا سافرنا كمجموعة ضوئية إلى كوكب الأسوديين بالمناسبة من أجل أختنا بالعراق، حتى نطلب أيضا من الكائنات الكونية الأسودية أنهم يساعدوها. فإحنا اجتمعنا مع الأسوديين، مع يعني الكائنات الكونية الأسودية، أيضا صلينا من أجلهم، أجل الكواكب أو الكائنات الكونية الأسودية، وأيضا الأسوديين الكائنات الكونية، هيك حتى يعني أوضح أنه نصلي معا أو صلينا معا من أجل الأخت، حياة أختنا حقيقة اللي هذه بالعراق، اللي أيضا وضحنا يعني الظرف الذي هي تمر فيه. يعني فأنت الآن أنت التقيتي بوالدتك الأسودية أيضا، تمام؟ ضوء كوني 17، تحياتنا. تحياتي أستاذ الكون العظيم يباركه. يبارك حياتك العظيمة. التقيت بيها، هي كانت مستعدة تماما إن هي تساعد اي الطالبة أختي، اي ومش هي لوحدها فقط، يعني كان في أندروميدن بكواكب الله، أسودية، في اي كائنات أسودية تانية. فعلا. وهم، اريد اوضح لكم، هم اصحاب خدمة حقيقة، يعني الاسوديين، الاندروميدان، البليديان. اي صحيح، فاحنا صعدنا كلنا، يعني احنا والطلاب الضوئيين. اي كان في أنفاق ضوئية بتفتح، يعني يعني ورحنا للكواكب بتاعت الأسودين. نعم، الطاقة كانت قوية جدا جدا، أي يعني أستاذ كأنه هم منتظرين ان احنا نتحد مع بعض من أجل ان احنا نساعد الأخت اللي هي صح، أي موجودة. آمين. وشفت نسختها الضوئية، الله، عظيم جدا. أي بتتصل معاها باستمرار وبتحيطها آمين يا رب. أي بالضوء، أي ويعني كأنها عايزة تصعدها. وعيلتها صح، الكونية كمان كانت موجودة معانا، عيلتها الكونية من الأندروميدا مدهش. كانوا ايه موجودين في كوكب الأسوديين. الله، جلسة عظيمة حقيقة. ايه أستاذ، وبآخر الجلسة أنا شفت مركبة عيلتها الكونية موجودة في سماء الأرض. الله، هذا هي ممكن حتسمع التسجيل، يعني ايه رائع جدا. ايه هي شفتها من ظرف قريب. اختنا، فقط اريد ارجع معلش، يعني هي يعني ارسلت رسالة، حتى ممكن طلاب جدد او متابعين، هي طالبة، يعني طالبة علوم ميتافيزيكس، وهي طالبة رائعة، وهي من العراق، وهي تمر بظروف يجبروها تعيش ضمن يعني عالم متشددة دينيا، فيجبروها أنها تتزوج، وحتى يعني الزواج بتاعها، تقول بالرسالة، احنا وضحنا الرسالة بالمناسبة، أنه يعني عاوزين يزوجوها لشخص أو لعائلها، يعني هذا الشخص يعيش، أقصد هو ضمن عائلة أكثر تشدد، فهي ما بتريد أصلا أبدا، تمام. وهي كانت تسأل حول يعني ماذا عليها أن تفعل، فإحنا وضحنا الجواب، وإحنا الآن أيضا عملنا جلسة، نعم عملنا الآن جلسة كمجموعة، سافرنا إلى كوكب الأسوديين واتحدنا بطاقة الأسوديين، الكائنات الكونية الأسودية، وهم أصحاب خدمة حقيقة، يعني هذه الكائنات، وأرسلنا لها الضوء. فأنت الآن تقولين أنت هنا وجدت عائلتها، كائنات الأندرومدن، مركبتهم في سماء الأرض. أي نعم، أي مدهش. وقريبة جدا للبيت بتاعها. من بيتها أيضا قريبة، جدا. عائلتها الكونية. آمين يا رب. أي ووالدتي الكونية من الأسوديين نعم، كانت بترسل طاقة ضوئية كثيفة جدا باتجاه البيت، اي داخل البيت، صح، ويعني ولعيلتها الموجودين بالأرض. امين. كانت بترسل طاقة ضوئية باتجاه عينهم الثالثة، وباتجاه برضو العين الثالثة للطالبة. امين. وهي دي الرسالة بتاعتها، بتنصحها إن هي تعمل التالي. ايه أي حد هيجي إن هو يحاورها في الموضوع ده، أو ايه أي نقاش يحصل، تخلق أنفاق ضوئية، يعني يكون بينها وما بين الشخص اللي بيتكلم نفق ضوئي. النفق الضوئي ده هو اللي هيغير من وعي الشخص،
وفي نفس الوقت هي ترسل حب باستمرار لكل شخص بيكلمها، وتعرف نعم إن الكلام اللي بيقولوه أو أي حاجة هما بيقولوها هي عبارة عن وهم. وهم، اي مو حقيقي، صح يعني القيد دايما ده مش من طبيعتها. صح آمين. فبس أستاذ، اي يعني هي الفكرة بتاعت النفق الضوئي، يعني دي طاقة قوية جدا تقدر تفعلها. نعم، رائع جدا، من مركز العين الثالثة لديها، تمام؟ أعتقد هكذا، أستاذ، إي طبعا. حتى يعني وهي ممددة وكده مغمضة عينيها، هي تبدأ إن هي تفعل النفق الضوئي. رائع جدا، هي طاقة ضوئية يعني توجهها باتجاه عائلتها، أقصد بالأرض، نعم. نعم أستاذ، يعني هي اللي أنا فهمته إن في كل البيت، هو إحنا عملنا التفعيل ده، أنا عملت التفعيل ده مع والدتي الكونيين الأسوديين، وهي أها في نفس تستمر على التفعيل ده، إن هي وهي في البيت تخلق أنفاق ضوئية في كل مكان في البيت، لأن البيت محتاج تصفية، محتاج صح هدوء. صح 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 رائع جدا جدا، أها عظيم جدا، صح، أي amazing، وتتصل مع نسختها الضوئية باستمرار، نسختها باستمرار، الموجودة أي كأندروميدا، يعني أنا شفتها هناك مع الله، رائع عائلتها جدا، الكونية. أي عظيم جدا. مرة أخرى الكون يباركها، هذه أختنا من العراق، تستلم كل المحبة، ونقول لها اطمئني، عائلتها الكونية من أندروميدا معها، الأسوديين، الكائنات الأسودية دائما معها، عائلتها من أندروميدا دائما معها، أي نعم، ونحن دائما معها، والكون يحفظها، والكون يبارك حياتها أينما تكون. آمين آمين آمين. الكون أيضا يباركك، يبارك سفراتك الكونية، الكون يبارك والدتك الكونية، الكون يبارك كواكب الأسوديين وهذه الكائنات الأسودية العظيمة المباركة المقدسة، الكون يبارك كائنات أندروميدا المباركة المقدسة، وأيضا الكون يبارك مجموعتنا النجوم الضوئية الرائعة اللي أيضا سافرت بهذه الجلسة العظيمة حقيقة، الكون يبارك كل الذي يساهم أيضا في نشر الخير، في بناء الخير. آمين آمين آمين.